النهارده اتحاد الكوره لو كان عايز ياجل يا كابتن كان عنده فرصه كبيره جدا جدا بهطول في وجود الامطار المطر طبعا بشكل قوي جدا. هو الموضوع الله عيني. هو انا قبل المباراه وهم اللي شالوا الليله في الاخر، وانا لو منهم دلوقتي اقدم استقالات وامشي وحياه ربنا. ما هو ده هم لجنه اصلا، هم كده ايوه لجنه. انا دلوقتي انا هم كده كده رضا قدامهم. لا هم بيتقاضوا اجر. يبقى خلاص بقى كده بيتقاضوا اجر من الاتحاد الدولي. لا احنا كنا اتحاد متطوع مختلف متطوعين منتخب. لا هو كان بيسلكوا لا الاتحاد المنتخب اللوائح لا تسمح. بص انا عايز اقول لك الحته دي مهم جدا. الاتحاد المنتخب يعني انت كان نفسك تيجي في اللجنه الخماسيه؟ لا طبعا لا واعمل بيها ايه؟ الاتحاد المنتخب فلوس. الاتحاد المنتخب المساله مش فلوس يا جماعه. يعني المساله طب انت مش صعبان عليك ان انت ما جيتش في اللجنه؟ لا طبعا يعني اللجنه الخماسيه بالعكس ده يعني ليها مهله محدده وهتمشي والناس مش داخله انتخابات اصلا. يعني انت هتخش انتخابات يا جابدي اذا ربنا اراد.